ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شاطرة. لحظة. بسم الله. تشرفنا في قيادة السلطة المحلية والنيابة عن الشيخ راجح سعيد باكريت أن نقوم ونساعد الأخوة العاملين في هذه الحملة الوطنية أن نشاركهم بتدشين هذه الحملة. نشكر الأخوة في مكتب الصحة والسكان والقائمين على هذه الحملة، الجهود التي تبذل خلال هذه الحملة. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، ونشكر كل من ساهم وعمل في هذه الحملة لتنفيذ هذه الحملة الوطنية. في هذا اليوم طبعا ندشن الحملة الوطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والتي ظهرت بعض الحالات خلال الفترة الأخيرة تنتشر في محافظة المرة بشكل عام وفي الغيطة بشكل خاص. نهيب طبعا بكافة الأخوة المواطنين والشيوخ والأعيان وكافة المثقفين بالدفع بأبنائهم والدفع بالمجتمع لتسهيل مهام الفرق المتجولة سواء كان في البيوت أو في المدارس. نحن اليوم ندشن التحصين ضد مرض الحصبة في مدرسة عائشة، لذلك فإنني من هذا المقام أوجه الأخوة مدراء المدارس ومدراء التربية أن يتم الاهتمام بهذه الحملة نظرا لتفشي هذا المرض والظهور على حالات عديدة، وهذا بعد أن تم القضاء عليه. لذلك لا بد من التحصين ولا بد من أخذ التحصين بأهمية كبيرة.